فصل البداية في حياة يوسف زيدان، بتحب مع نفسك تبدأه منين؟ من أول تخصصك في تحقيق المخطوطات ولا من أول عزازيل تميمة الحظ بتاعتك؟ من أول ما نزلت من اسكندرية أجي لك عشان نصور البرنامج ده. فصل البداية بالنسبة لك بيبدأ لحظة كل بلحظة؟ يوم بداية. لا، لما بتقعد مع نفسك كده على الرايق تفتكر مفيش ذكرياتك. يا فندم، مفيش بداية ونهاية، الحياة دائرية. لكن الرواية ليها بداية ونهاية والمسرحية ليها بداية طب ونهاية. قولي لي على أي رواية من رواياتي أنا قافل فيها النهاية؟ مش اتفقنا إن الحياة مسرح؟ أيوة. بداية المسرحية عندك؟ مفيش بداية، متصلة، حلقات متصلة. الأمر زي ما قال محي الدين ابن عربي، الأمر دوري يعود إلى ما منه بدأ. إحنا بنلف كده، فبالتالي كل يوم في بداية. مونولوج التحول في حياة يوسف زيدان، وقت ما أخدت جايزة البوكر عن عزازيل، ووقت ما بقت بيست سيلر وبقى عندك جماهيرية وشعبية رهيبة وبقيت تحت الأضواء، إيه اللي اتغير فيك؟ ما أظنش في حاجة اتغيرت. مش معقول. ولا لا. أقنعتك اتبدلت؟ لو اتغيرت مثلاً أو كان ليها حدث، كان يبقى في عزازيل الجزء الثاني مثلاً والثالث ما دام ناجحة. طب ممكن حد دلوقتي مثلاً من نقادك يقول لك لو تقدر كنت عملت، ما هي عزازيل كانت الرواية الوحيدة اللي أخدت جايزة بالتقل ده أو بالقيمة دي. لا، عشان اتقدمت لها. أنا ما بتقدمش أبداً لجوائز. البوكر الناشر هو اللي بيقدم لها. إيه الرواية اللي ترشحت وكانت شورت ليستد و ما اخدتش الجايزه، ما دخلتش المسابقه؟ انا قلت لهم لا، كانت اي النبطي اللي بعد عزازيل، لان لما طب انت حاولت اهو، دار النشر هي اللي بتقدمها. فانا فوجئت بيها طالعه في القايمه بتاعتهم. فكلمت السكرتيره بتاعت الجايزه في لندن، قلت لها لا دي سخافه قوي، ولمت احمد الزيادي اللي هو المسؤول في الشروق يعني ايامها بقى. وقلت لفلور لا، انا مش عايز روايتي، اصل دي منافسه سخيفه قوي. يعني ايه المزاحمه دي؟ ما انا خدت الجايزه المره اللي فاتت، اخش تاني ليه؟ وانا طلبت انها تطلع من الـ